المنطقة، منه أنا مكبصير نفايات، ومنه أنا المحرقة الطبية، فالريد محافظ بابل كرار العبادي يوضع لنا صورة حل هالموضوع هذا مع المحرقة الطبية اللي موجودة داخل اللجان الطبية. واليوم احنا وقفنا وقفة احتجاجية وراح نلتجئ بعد وقفة احتجاجية، إذا ظلت موضوع المحرقة الطبية موجودة هنا راح نلتجئ إلى غير شغلات، فنطلب من عندك رفع المحرقة الطبية من اللجان الطبية رجاء يا سيادة المحافظ. كل هالمواد مسرطنة، يعني كيس نايلون إذا احترق يأثر على صحة الإنسان، النوبة أدوية وتلفانة ومخلفات، هذه كلها أذية، ومنطقة مأهولة وكلها أطفال وكبار، يعني نطالب برفعها. بالنسبة للمحرقة الموجودة هنا قاعد تأثر على البيئة وعلينا وعلى الأطفال، فنطلب من عندهم رفعها، نطلب من المحافظ من رأس الصحة بابي أن يرفعوها، لأن قاعد تأذينا وأمراض وسلطنة هاي. الناشد السيد محافظ بابل المحترم ومدير عام صحة بابل برفع المحرقة من اللجان الطبية اللي موجودة بمنطقة الخصروية اللي هي متروكة من التسعينات والحد هذا اليوم. وصار الجماعة الذكرى ومدير عام صحة بابل حضرت الذكر هاي قبل 4 أيام أو 5 أيام بالضبط قاموا يشغلون المحرقة الطبية. نطالب برفعها، يعني هذه ما يخلوها بوسط منطقة مأهولة، يخلوها بمكانات بعيدة مال طمر مال هاي، وحتى الاحتراق أصلاً مو زين، لازم يطمروها جوا الأرض. المنطقة كلها بيها رجال مسنين وأطفال ونسوان مريضة وقاعد يأثرون على المنطقة بصورة عامة. البيت ينملي ريحة حرق ونفسنا يتأثر ويضيق، يعني ما يطاق.